مشاهدي ان وقناة ان وقناتنا اللايف صباح الخير على حضراتكم يوم جديد ودايما بيكون معاكم من 9 ل 11 كل يوم من نهارك سعيد وبصبح على دينا وماي صباح الخير دينا صباح الخير صباح الخير يا شريف صباح الخير آه خلينا نقول لحضراتكم ان احنا عندنا فقرات كتيره النهارده ومتنوعه بس طبعا حديث الساعه وحديث مصر من امبارح وهو ترشيح مش مهندس خيرت الشاطر عن جماعه الاخوان المسلمين وعن حزب الحريه والعداله وسباق الرئاسه لسه مستمر كل يوم هنشوف حد جديد يمكن الجمعه اللي فاتت كان في موكب كبير جدا جدا لحازم صلاح ابو اسماعيل ودلوقتي بنشوف المرشح للرئاسه عن الاخوان المسلمين خيرت الشاطر ولسه <applause> لسه هنشوف الحاجه الظريفه والحاجه الجديده على مصر ان الشعب المصري حر هو اللي هيختار رئيسه اللي جاي هنشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي بس خلينا نقول ان احنا النهارده معانا استاذ امين اسكندر عضو مجلس الشعب وهيكون الموضوع عن اللجنه التاسيسيه للدستور عايزين نعرف الموضوع وصل لفين ان كان في انسحابات كتيره جدا وفي الازهر اعلن ان هو انسحب يعني هنشوف ممثل الكنيسه وناس كتيره جدا فخلينا نشوف الموضوع وصل لايه وكمان عن ترشح خيرة الشاطر للرئاسه وهيكون معانا امين اسكندر تاخير مره ثانيه كل بيتابعونا بما ان فعلا الموضوع ده هو الشغل الشاغل للشارع المصري فهيكون عندنا فقره تانية هنتكلم فيها مع استاذ نبيل زكي امين الشؤون السياسيه عضو المكتب السياسي المتحدث الرسمي لحزب التجمع هنتكلم برضو على دفع الاخوان المسلمين بخيره الشاطر كمرشح للرئاسه وده طبعا بخلاف تماما ما اعلنوا عنه وصرحوا به خلال السنه اللي فاتت بالكامل هنتكلم على الفتره الجايه كسر هم كسروا كل التوقعات كسروا كل التوقعات يعني هذه السياسه عايز اقول لكم كمان اه عايز اقول لكم كمان ان من الشان المحلي هنروح للشان العربي هنروح على القمه العربيه في بغداد يمكن كانت حاطط بتغطية تغطيه اعلاميه كبيره جدا واهميه كبيره جدا ليه؟ ليه القمه العربيه ديت وليه معادها دلوقتي وليه في بغداد تحديدا هي بهذه الاهميه؟ ده اللي هنعرفه من خلال فقره خاصه جدا هنفهم منها اكتر وهيكون ضيفنا فيها الاستاذ محمد الشرايزي وهو نائب رئيس تحرير اخبار اليوم خمس كواكب تضيء سماء مصر لاول مره من منذ عشر سنين وهيكون ضيفنا دكتور علاء ابراهيم استاذ مساعد علوم الفضاء بالجامعه الامريكيه لان لقينا كتير جدا على تويتر وعلى فيسبوك الناس كلها بتقول احجز مكانك عشان نتفرج على ال التغير السماء التغير السماء والإضاءة العشر كواكب لسماء القاهرة احنا شايفين كسوف للشمس ومرة قمر معدي ومرة قمر تاني جاي و2012 جاية حاجات غريبة بصراحة معانا ممكن نبتدي بفكره صحافه يكون معنا استاذ طارق سعيد ونتابع معاه اهم الاخبار يلا النهارده <applause>